وصلنا لآخر قوس، مش هنقفل بقوس، احنا هنقفل في أول غرزة في السطر 25. بدايته هنرتفع بعمود بلفة علشان نبقى في وسط القوس، هنرتفع سلسلة، هناخد غرزة حشو ونعلمها، هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هنيجي في أول قوس هندخل ناخد غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3. كل غرزة حشو في قبلها، دي غرزة الحشو بتاعت الأقواس، في قبلها غرزة وبعدها غرزة، هنلف لفة وهناخد عمود غير مكتمل في الغرزة التانية، وبعدين هنلف لفة، هنسيب الغرزة دي وهندخل في الغرزة دي. احنا شغلنا كله حوالين غرزة الحشو في الفرعين بتوعها. بقى معانا 3 لفات على الإبرة، هنلف ونطلع من التلاتة. في قوس ورا، هنرجع ناخد ورا غرزة حشو، 3 سلسلة، 1 2 3. هنروح للقوس اللي بعده، ناخد غرزة حشو، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. عملنا حرف التمانية ده في الغرزة دي، غرزة الحشو اهي، في قبلها غرزة وبعدها غرزة. في الغرزة اللي بعدها هناخد عمود غير مكتمل، هنلف هنسيب الغرزة دي وندخل في الغرزة اللي بعدها بعمود غير مكتمل، لو في وصلة في الخيط هنرجعها لورا. هيبقى معنا 3 لفات على الإبرة، نلف ونطلع من التلاتة. هنرجع لورا، في القوس اللي ورا ناخد غرزة حشو، 3 سلسلة، 1 2 3. القوس اللي بعده هناخد غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هنلف لفة، ده اللي احنا طالعين منه، هنسيب الغرزة دي، دي غرزة الحشو اهي، هنسيب اللي قبلها وندخل في اللي بعدها بعمود غير مكتمل، ونلف لفة، نسيب غرزة وندخل في اللي بعدها بعمود غير مكتمل. هنرجع للقوس اللي ورا، ناخد غرزة حشو، 3 سلسلة، وهكذا، ونكرر 3 سلسلة، وبعدين هنعمل عمود غير مكتمل، هنسيب دي، هنسيب الغرزة دي وندخل في اللي بعدها. دايما بندخل في اللي على، مش اللي على يمين الغرزة الحشو، لا، اللي على شمالها بعمود غير مكتمل. هنسيب دي وادي غرزة الحشو، هندخل في اللي على شمالها. ونقفل في القوس اللي وراها بغرزة حشو، وهكذا. يبقى انا عملت غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو في اول قوس، وبعدين عملنا حرف التمانية ده، غرزة الحشو بيبقى فيه غرزة على يمينها وغرزة على شمالها. الغرزة اللي على شمالها اخدنا عمود غير مكتمل، وبعدين سيبنا غرزة، في الغرزة اللي بعدها اخدنا عمود تاني غير مكتمل، وقفلناهم، وقفلنا بحشو في القوس اللي ورا، وبعدين 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة، ونكرر غرزة التمانيات دي على طول القوس لغاية الاخر. وصلنا هنا لاخر قوس، المفروض ان انا هعمل حرف التمانية برضو، هدخل هنا هاخد عمود غير مكتمل، وبعدين هسيب عمود وهدخل في العمود ده بعمود برضو غير مكتمل. يبقى معانا 3 حلقات على الإبرة، هنطلع من التلاتة. بس انا بدل ما بقفل في القوس اللي ورا، انا هقفل في غرزة الحشو اللي انا معلمها، هقفل فيها منزلقة. ده كده نهاية السطر.